قال يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. إخوتي وأخواتي من بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، إحنا منحب نسميها اللي عاش في هاي البلاد بحيرة يسوع. علم أجمل التعاليم، صنع معجزات خارقة وعظيمة، منها طبعا تهدئة العواصف ومشى على الماء. لكن واحدة من المعجزات القوية جدا مذكورة في البشائر الأربعة في الإنجيل المقدس هي معجزة تكثير الخبز والسمك. فالمسيح صنع معجزتان، المعجزة الأولى أشبع 5000 رجل من 5 أرغفة وسمكتين، والمعجزة الثانية أشبع 4000 رجل طبعا من أرغفة وسمك، وهكذا أشبع 1000. هذه المعجزة طبعا ظلت في ذهن الناس، لأنه بحسب بشارة يوحنا المعجزة بسميها آية، والآية لها بعد روحي وتفسير لاهوتي عميق جدا، وبحاول يأخذ الفكر العبراني القديم ويدرك أو يخلي الناس تدرك إنه في قوة أعظم وإنه شخص أعظم وهوية أعظم، يسوع المسيح القادر على كل شيء.